تذكر معي أول صبح وأول مساء، أول حرف قلته. تذكر معي آخر جرح وآخر أسى، آخر حدا شفته. تذكرت بيناتهم شو صار، شغلك بالتلفزيون منيح؟ جاني دور بمسلسل بس اعتذرت عنه. ليه عمي؟ يعني الشغل قليل بالايام وخصوصي بمصلحتكم. الدور طويل ومتعب والمصاري كتير قليله، يعني دوبه الشغل جايب همه. اذا هيك انت قادره. يلا يا ستي خيرها بغيرها. زهير رح يشتغل معهم؟ على الاغلب، لانه اصلا صار له فتره مختفي وما عم اسمع صوته، فشكله مشغول بالتصوير. ايوه يا ستي، الله يساعده ويبعده. يا الله شو مشتاق نرجع نقعد انا وفاضل هون مثل ايام زمان. هانت ام ريم هانت. روقي رلو روقي، كل شيء رح يكون منيح. الله يسمع منكم. بس عن جد شكرا، أنا بس شوفكم برجع بتفائل. حاجة تشاؤم ولو لسه رح نساوي لكم عرس مطنطن ورح نرقص وكلنا نفرح. خلينا نفرح شوي، مو طبيعي الحياة شو صايرة نكدة. أنا حاسة إنه ما في شي رح يزبط. صحيح، شو صار معك أنت وفاضل؟ مو كان على أساس هاليومين عندكم بروفة قياس؟ رحتوا؟ تأجلت، ما في مواد أولية هلأ بالمستشفى. هي المواد تجي مستوردة ما هيك؟ أي طبعاً، بس هلأ وعدونا أنه إن شاء الله ما رح يتأخر. أوكي إذا هيك منيح، المهم إلا ما تجي. بس أيمت بدك تطولي بالك ريم، بالنهاية هذا الظرف مو طبيعي. ريم هي حرب ما بدك تنسي، يعني كتير منيح أنه لسه الناس عم تتحرك وتفوت وتطلع وتشتغل وتقعد بالقهاوي.
بس إذا على مستوى أدوية سخيفة ما عدنا لقيناها بالصيدليات، ما عم بقدر أتخيل شو ممكن يصير بعدين. ما بقدر أخدمك وأعطيك أي جواب، بس اللي رح يصير رح يصير علينا كلنا طالما قررنا نضل. والله يا مروان كل ما بتسافر بحط إيدي على قلبي، عن جد الطريق صاير كتير خطير. يا ربي دخيلك، أنا لأمتى بدي ضل عايشة هيك على أعصابي؟ لما بتصل فيك وبلاقيك خارج التغطية، مو معقول، مو معقول الكوابيس اللي بتصير تملق براسي. ولبين ما تتصل وتخبرني إنك وصلت بحس قلبي رح يوقف. وصال، لقيلي شغلة تانية، بطل سافر على الجامعة. أنت بتتذكري لما كان الطريق آمن وأحسن من هلأ، كنت روح وأرجع بنفس اليوم، مزبوط ولا لا؟ صدقيني النوم هنيك مو بإيدي، بعدين مو بس لحالي، في أنا والدكتور فواز أو بسام تعرفين، ومين كمان يا أبو الريم، وفي الدكتور رافع كمان، يعني شغلة كلياتنا بالهوا سوا. ألو، أهلين أبو الزوز. والله تمام، أنت كيفك؟ حلو وظريف الوضع؟ ممتاز، ماشي حالنا نحن مناح. لك صحيح ما بتجي بتحضر حفلتنا الخميس بالدار على الساعة 4؟ طيب قرر وحاكيني، بأمن لك بطاقات. ريمو نايمة والله، رجعت على البيت ومستوية ما بعرف. طيب أكيد بخبرك. ماشي باي باي. ليه ما بدك تحكي معه؟ مو جاي عبالي. بسلم عليكم دكتور رافع. الله يسلمه. وعتبان علينا كتير لأنه ما عزمناه على خطبة ريم، وهو اللي كان حاملها بإيديه وقت كانت باللفلوفة. أو شو قلت له؟ قلت له مونا تعزمنا بنتنا بالأول ونحن أهلا؟ مو أنتوا اللي ما رضيتوا تجوا على المستشفى؟ أنا اللي ما رضيت وافع على زعبرتك، ولا كنت مو بس جيت، لا كنت عملت لك أحلى حفلة في الدنيا وبأي زمان ومكان. شو ما عملتوا انا ما رح ارضى انزل الولد، هذا ابني فهمتوا؟ اوكي حلو كثير، يعطيك العافيه حسان. ايه زهير، مين احنا جاي بكير؟ تكي ويكون اخوي عندك، فخلص مشاهدنا وطلع علي. ماشي يلا حبيبي. كيفك زهير؟ اهلين ريمو، كيفك انت؟ الحمد لله. انا عندي شغله ساعه تسجيل بس، شو رايك تستنيني تطلع معي؟ لا والله عندي كم مشوار هون بدي اقضيهم كمان. مثل ما بدك، بس إذا بتحبي بس تخلصي احكي معي، إذا كنت بعدني هون باخذك بالطريق. خاف إني طول. شكرا كثير زهير. ماشي. بتتذكري وقت كان بابا يجيبنا لهون نحن وصغار؟ إيه بس كان أحيانا ياخذنا على جنينة التجارة. أنا هديك بحبها أكثر. لأنك بتحبي البطاط. لا بس هذيك مرتبطة بالطفولة أكثر، يمكن لهذا السبب. إيه الله، كنا ما نصدق إمتى يجي يوم العطلة لنروح على الجنينة قد ما كنا نكره المدرسة. عم نتمنى نكبر عشان ما نروح على المدرسة. هلا بقول لحالي يا ريتني ضليت صغيرة وما كبرت. إليك شو؟ أنا ما عاجبني وضعك اليوم على فكرة. لازم تطلعي لك شي سفرة نقاهة. والله ريم عم بحكيكي جد. طلعي لك على بيروت شي 10 ايام بتغيري جو بتتسلي. ما عندك رفقات هونيك؟ اف ثلاث ارباعهم صاروا هنيك. طيب يلا قوي قلبك. فاضل ما خرج مترك لحاله. فاضل بامانه، انا بروح وبجي معه على المعالجه الفيزيائيه، لا تاكلي همه. المهم انت هلا تاني شي حبي حالك شوي يا بنت، وبلكي ببيروت لقيتي شغل ما بيكون احسن لك. حاسه قلبي رح يوقف من كثر الضغط. فاضل من جهه وابوكي من جهه، وفوق كل شيء اجتني قصة زهير هلا. ما كنت متخيلة انه الموضوع عنده جد لهالدرجة. نفس الوقت ما بدي اخسره لانه صديق غالي علي. ما بعرف شو لازم اساوي. يعني احكي بصراحة لا تتكلم. مزبوط، يمكن لازم اساوي مثل ما عم تحكي، وبعدين هو يصطفي. تروحي على المرجوحة؟ المرجوحة هلا؟ لك ايه؟ معقول ما اشتهيتي؟ طب استنيني مجنونة؟
ولا ما قلت لي حابة يجي صبي ولا بني؟ صبي. أوف ليش بقى؟ يعني أموره أريح، حياة البنت كلها لبركة بركة. هو أموره أريح. ما فهمت عليك شو يعني؟ مجتمع مفشكل، يعني بحياتها ما فيها تكون حرة. وقصص الحب والغرام بتنحسب عليها وبصير فيها 100 قصة وسيرة. وبينكسر قلبها مو مرة، 100 مرة. بعدين تعي لقلك، نسبة البنات بكل العالم مرتفعة، يعني لازم نجيب صبيان مشان نعدل النسبة. افتكرت بس عنا والله. لا عنا شي تاني. هون الصبيان كلهم حاملين بواريد على بعضهم، وما حدا فاضي لحدا. بعدين تخيلي هلأ جيب بنت وبعد 20 سنة ما تلاقي حدا تحبه وتتجوزه. يعني بالنهاية أنا أم، وأكيد بدي أحب إنه بنتي تتجوز، ما بدي إياها تعنس. عجبني بعد النظر تبعك، فعلاً أقنعتيني لازم تجيبي صبي. بعدين تياب الصبيان أحلى بكتير من تياب البنات. لا بهي ما أقنعتيني. امشي يلا بدي لحق هذا المحل براس الشارع. محل شو؟ صبابيت رجالي. صبابيت رجالي؟ بدك تجيبي شي لأبوك يعني؟ لا لفاضل. لفاضل؟ أي لفاضل. معك شي محرمه؟ ما كنا رحنا على البيت لعندي ليك وفشخة. لا كلي وسكتي واستمتعي لي بهالشمسات والهوايات. الله وكيلك، حاسه انا وياكي مثل المقاطيع. انت لانك مالك متعوده تحسي الكل عم يطلع فيكي ليكي، ما حدا سائل، كل واحد مرتاح حاله. ما في احلى من قعده الجناين صدقيني. يعني قلتك اكل واخذ راحتي. على مسؤوليتي. جبتي له زهير حكيتي معه؟ اي نعم. وليه هيك عم تقولي يا مفتضة؟ لاني ضليت ساعتين احكي معه وما استفدت شيء. انا قال له انه انا ما بدي اخسرك كصديق، وهو كل ما سمع هالكلمه يصر اكثر واكثر انه هو ما رح يأس من المحاوله. لو اتصل فاضل شي 3 مرات انا معه. شو قلتي له؟ المره كذبت. قلت له اني باستوديو الدوبلاج وما قدراني احكي. والأغلب ما صدقني وبس يشوفني رح يعمل لي شي فصل غيرة. الله يعينك يا بنت. شفتي ليش بدي اجيب صبي؟ ايه شفت. شفت كتير. حيو فاضل يلا. بس شوي عصلي على صبيي يعني. غليل يلا ناطرينا برا. لحظة شوي. والله مالي قلب اطلع. عم تجي. الله باقينا طلوا نسمع هوا الوادي نرموا على حلو نكسر بالوادي. الله باقينا طلوا نسمع هوا الوادي نرموا على حلو نكسر بالوادي. بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا. بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا. أقصانا حلو ينسى الطير الشاك. نحن حكايات في باله منا نغمات موال. نحن حكايات في باله منا حلو
فاضي رديت اكدت لها خلص طمنوا لقصي انت انه ما في ولا مشكله قامت ما كان فيه يرجع على البلد. اوكي طيب انت شد لي حالك وتعال عندي شي يوم لهون على المكتب حاجه قاعد بالبيت بكير بكير مثل ما بدك سيدي ماشي السلام الله معك طيب فاضل منيح من الله منيح بس من العبد لا وانت المهم تضلك عاقل ايه؟ لك حاجة تظلمني يا زلمة، ليش ليتك عاطلي فيي هيك؟ والله أنا آدم ايه ورين خلصنا بقى منذر، حتى بالشغل ما بقى تعطينا أنا وياها، منيح هيك؟ بتعرف لك زهير؟ لو ما العلاقة اللي بتجمعني فيك والعشرة اللي بيناتنا، كان لازم قطعتك من وقت هداك الفصل الناقص تبعك بعرفك، قلبك حنون وما بتعملها لك هاي حبيبة رفيقك يا زلمة، معقول قديشك واطي؟ الغاية تبرر الوسيلة أخي منذر، مو هي مقولتك الشهيرة؟ ولا نسيت؟ التقييم الأخلاقي بالنهاية أنت عملتي كل شيء بتقدري عليه وما تركتيه ولا لحظة لما كان هو بحاجة إليك بس أنت هلأ عم تحكي عن شيء تاني في شيء بيناتكم أنتوا اثنين ما عاد ظابط مثل أول ميرنا أنا جربت كل شيء جربت بعد عنه لحتى نرتاح من بعض شوي بطلت أحكي مع زهير مشان ما يتحسس كل ما صح لي وقت عم روح مضي معه مشان ما يحس حاله انه هو متروك بس هو مدري شو صاير له شوي بيحبني وبعد شوي بيقلعني في مره قلعك فيها عن جد ما هيك صاروا 3 مرات اذا بدك كانه هيك كثير ما من يوم ما اجى اخوه من السفر ما كلف حاله يدق لي ولو تليفون واحد بس كأنه لما كنا عند أهله بالبيت حسيتكم هيك رايقين مع بعض نحنا هيك صفيانين دقيقتين رواق ودقيقتين خناق جنون بجنون ريم ما بعرف شو بدي أقولك بس أنا برأيي لا كتير تصفني بالتقييمات الأخلاقية ولا كتير تفكري العالم شو بدها تقول يعني أنت ماني غلطانة من بعد الحادثة أنت أبدا ما تعاملتي معه على أنه هو مريض وتحديتي أهلك مشانه لأنه بتحبيه يعني انت بالنهايه ما انك عم تدوري على عريس لانه ليك وزهير صاير لك ارض بس انت ما عم تقبلي ما بعرف بعرف شغلي وحده بس انه انا تعبانه ما بدك تجربيني شيء والله صايره حلوه جنينتكم تعرف ابوك تعبان بهالجنينه طالع بتاخذ عقل هي بتشبه جنينه بيتنا القديم لك شبك فاضل انا بعرفك جبل شو اللي متغير شو في
لك الله يرحم هذيك الأيام يا عزوز. أيام اللي كان عندي رجل أمشي وتحرك فيها مثل هالعالم. أيام اللي كنت أطلع وفوت وجيب وعتل بها الأغراض للبيت. منصير أنا بدي أحكي. في جوات كتير حكي لازم يطلع. حكي مو حكي لحدا قبل هالمرة. وبدك تسمعني. ريم تغيرت نظرتها كتير تجاهي. هي مو ريم اللي بعرفها. حاس حالي عم تعامل مع شخص غريب بعيد. وانت ليش عم تلومها؟ كمان انت تغيرت. ايه بس انا لساتني بحبها. ليش هي بطلت تحبك؟ مو هيك بس بتحبني بطريقة تانية صارت. طريقة أنا ماني عم أقدر أتقبلها وأفهمها. لما صرت ما عاد عم ميز هذا حب ولا هي شفاء. ريم هلا طايرة عم تطير لفوق وأنا شوفت عينك قاعد هون وما فيني اتحرك. بس كل هذا وضع مؤقت، انت بتعرف هذا الحكي. ريم لو ما بتحبها كانت تركتك من زمان، ما انا مضطرة تكون كذابة. كل ما اطلع بعيونها بحس انه في شيء عم تخبي علي. لك يا رجل صارت عم تهرب بعيونها كل ما اطلع فيهم مشان ما تضرب عيني بعينها واكتشف انها عم تكذب علي، تصدق؟ لك شيء؟ هلا هو يمكن سر انا وبصير اقوله، بس لازم اقول لك هالشيء. يمكن يكون فيه اجوبه لاسئلتك ويمكن لا. تتذكر هذاك المسلسل اللي قالت لنا ريم انه ما صورت لانه ما عطوها مصاري منيحه وهيك شيء؟ ايه بس هذا الحكي له زمان كثير. ريم اعتذرت لانه زهير اللي رشحها ولانهم رح يكونوا مع بعض بكل مشاهدهم بالتصوير. ريم اعتذرت مشانك فاضي. ما قبلت تاخد شي عن طريق زهير بعد ما رفضته كرجال. انت شو عم تحكي؟ اسأل حالك. ريم بنت متميزة وفي حواليها كتير ناس، بس هي مو شايفة غيرك رجال. برأيك شفقة يعني؟ أبو ميس يمي قصي عم دعا السلامة. الله يسلمك. لك شو؟ عم يقلي فاضل انك رجعت على حضن الوطن. يا الله خلاص حاجتنا شبعنا بهدر. يا يمي شد جنة مثل الولد الصغير، ومن الصبح لهلا ما عم يرضى يحط الرجل. قال بده يضل على الكرسي ما نبعازته. الله يهديه. اتصلت بريم بالتليفون قلت لها شو عامل. قام صارت المسكينة تبكي. قال شو ما بتعرف شو بو المسكينة ما عم يتصل فيها. فاضل راح يجننها. الله يستر. بسك على المغسله نسيته. شو عم تعملي؟ بدي احطه بالجيب. لا ماما
إذا حطيتيه بجيبي بجوز أغسل لك البيجامة بكرويرو حطيه بإيدي. ماما صايرة عم تحسس مني. آه خير إن شاء الله. صباح على خير. أنت بخير. تعطيني السرير والعربايه لساتهم جدد كثير منيح. احسن ما تشتري، صاير هالايام كل شيء غالي ويا ريت النوعيه منيحه. بعدين البيبي بس يصير عمره 3-4 سنين كل هاي الاغراض ما عاد بيعوزها. اكيد احمد الله يخليك طلع عندي عين الساحره قبل ما تفتح بلا ما ننبلى بشي مندوب مبيعات او شحاده. لا زهير حكالي يمكن يجي. حكيتي له شيء عن زهير؟ قديش صار لك ما جيت لعنا يا زلمه؟ شي سنه يمكن ما هيك؟ والله عامل لي فيها نجم وما نجم. ابو السوس امانه كل ما كنت قريب بلطم عليك. ان شاء الله تكرم عينك بخير. لبالك الحمل ميرنا؟ لا ولو حاجتك بقى لسه مو مبين شيء. والله خليني احط لك تاكل، مو حلوه هيك؟ ايه لا تروح اكلات ميرنا الطيبين عليك. والله متغدي قبل ما اجي لعندكم. بس خلص بعدك المره الجاي بيجي على الغدا خاص. بتعزميني؟ ولو يا زهير انت اطلب واتمنى بس اللي شو بتحب تاكل. كيف فاضل منيح؟ منيح كثير منيح. بتعرف فاضل؟ انا يمكن اكبر غلط غلطته بحياتي اني سمعت من ابوك وسافرت. زلمه حاسس حالي ضيعت وقت على الفاضي. لا وفوق كل هاد ما قدرت ظبط وضعي. لك لا تندم على شيء يا زلمة. انت بكل الاحوال كان لازم تروح تسافر وتجرب. بس يا زلمة حاسس حالي ندل. لا كنت معك ولا كنت مع اهلي. لا وحتى وقت كنت انا هنيك انت كنت متكفل بكل اموري. عن جد فاضي لو لك انا ما رجعت. لك شباك شو هالنوبة التأنيب الضمير اللي هبت عليك فجأة؟ بعدين شو نسيت انه انا اخوك الكبير وانا اللي مسؤول عنكم؟ بس فاضل انت ما بقى خرجت تتحمل مسؤوليات لحالك، لازم يكون في حدا معك. لخير ان شاء الله، شو ناقص عليكم؟ انا مقصر بشي؟ ولا لانه ما عاد عندي رجل؟ ولانه في شظيطين علقانين بصدري؟ ما هيك قصدي فاضل، لا تفهمني غلط. قصي، روح اطلع على البيت، بدي اطلع لحالي. ما رح خليك تروح لحالك، بدي ساعدك. لك اتركني هيك قصي، عم قلك بدي روح لحالي. العمى، يا ريتك ضليتك ساكت وما حكيت. شيش جهاد يا عيني والله زهرك متحسن لك عن شو دوس هاي والله خير هاي اثنين باثنين لا حبسك لا حبسك شيش دوشيش شو هالحظ هاي لا فضل مولا شو عندك كمان هاي اثنين هاي بنج وسيد خانة بنج وسيد
كمان دوسي شو هالحظ هاد يا سيدي؟ مخرج واحد يلعب معك لانه زهرك قوي. بنجو دو هاي البنجو هاي دو جهاريك هلا كمشتك حلت علينا البركة. والله ما بتتخيل قديش انا مبسوط يا حبيبي. شفت حالي قريب من هون قلت لحالي بسلم عليك. ما بتتخيل قديش فرحتني. كيف حاسس حالك هلا؟ منيح، ابطأ من قبل بس شغال. الحمد لله الحمد لله انك رجعت تمشي. هلا بطيء سريع ماشي الحال، المهم انك رجعت تمشي على رجليك. ايه الي شي اسبوع عم داوم بالمزه وشي شهر زمان برجع بداوم بالوزاره. ترجع الحياه الطبيعيه، نفس الروتين ونفس البياخات وهيك. مرتاح؟ مرتاح ايه الحمد لله. شكرا لك. ولو يا فاضل، انت ما بتستاهل غير كل خير. شوفوا شو حلوين صوفين ويدفوا. تسلموا ايديك. هدول جبتهم من زلمه كان عم يبيعهم عند مطرح ما نزل الهاوي. رحت لهنيك؟ كان لازم روح بس ما لقيت شيء. ما في دم، ما في لحم متفتت ميبس معلق بالحيطان. لك حتى الحيطان ما بقي عليها اي اثر بدل انه في ناس ماتت هون. صوت الحجر هو عم يتفتت لهلا بسمعه كل يوم، كل يوم قبل ما انام بسمعه. مثل صوت البرد هيك بس ينزل على طبونات السيارات. هيك الدنيا فاضيه بدها تمشي فينا ولا انا، وما رح تستنى حدا. قلتك اللي راح راح والعتب على يلي بقيان. كيف ريم؟ منيحة كأنه عم تشتغل وأحيانا بتطلع عنا بس مو كتير رايقة. صحيح عم تضحك وعم تمزح بس مو هي ريم تبع زمان. فاضي فرطوها للقصة بقى وحاج زعلانين من بعض. والله ما بيلبق لكم غير تكونوا سوا. أنا ما كنت منيح معها أبدا. طب اعتذر يا أخي، صلح موقفك. هذا الحكي كان لازم يصير من زمان كتير بس هلا ما عاد في وقت. لا مو صح فاضي، يلي بيناتكم ما له وقت صلاحية مثل ما عم تحكي. ما بعرف زهير، أنا قبلت شوفك بس لحتى ما تقول عني إنه أنا بنت بتنسلى.
خلص روح انسي الموبايل. هي اول عيد ميلاد ما بكون فاضل معي. خلص روح خلص. انه بتحرق حرارات كثير وخاصه اذا كان هذا المنظر قدامك. خلطوا من اخر تاجع فادي طبعا. كرم حبك كله
الماضي.